قبل ما ابدا هذا الفيديو انا بحب اخبر ونبه، هذه المعلومات اللي بعطيها مو هي معلومات اكيد مليون بالمية. بدك انت معلومات صحيحه ومليون بالمية صحيحه بتروح لعند محاسب تدفع له مصاري وتاخذ المعلومات. هذه المعلومات اللي راح اعطيك اياها هي اجتهاد شخصي وتجربه شخصيه، ربما انا اكون خطا ربما انا اكون صح، مثل ما بيقولوا هذه ديسكليمر يعني اخلاء مسؤوليه من بدايه الفيديو. احد الاصدقاء علق لي تعليق على الفيديو يلي سويته المصايب يلي اجتنا ببريطانيا، بيقول لي يا ريت لو امكن نطلب منك حلقه عن السيلف امبلويمنت والايجابيات والسلبيات ومشكور. ان شاء الله بهذا الفيديو راح يكون حلقه عن السيلف امبلويمنت وايضا الفرق بين السيلف امبلويمنت او الليميتد كمباني، لانه هذا سؤال انسالت به من احد الاصدقاء من المسجد. ان شاء الله يكون في افاده للجميع. وهلا خلينا نبدا بسم الله. وصلتني الرسالة من الـ HMRC. هذه الرسالة أخرى مثل رسالة مثل هذه مو عتنا. خلنا نروح نسأل السكيورتي بركي بيشوف إذا بحسب يطلع لنا إياها. هذه الرسالة اللي وصلتني أنا بظن والله أعلم تاكس ريفاند لأن وصلتني من جماعة الضرائب. هذا اللي بعرفه تمام. خلينا نجيب الحل للقصة. طب هادي هلو، هذا الكونسيرج او السكيورتي بظن بسموه كونسيرج باللغه الانجليزيه قاعدين بهذا البنايه، بس مش البنايه اللي ساكن فيها، يعني في اربع بنايات مثل هذه النوعيه نفس النظام ونفس السيستم. قال لي تعال احكي معك. قال لي بس فهمنا اياه انه مو مادام هو مش امرجنسي غير طارئ فلذلك ما رح يجي المهندس تبع المصعد، بس ليجي هو لحاله لا بيطلع لي الرساله بيبعث لي اياها على البيت. تعال نشوفه. طبعا هلا ما رح احسن صور مشان الخصوصيه. سلام، نراكم بعد ما يشوفوا. بهذا الفيديو انا نويت اساوي الفرق بين السلف امبلويمنت والليمتد كمباني، يعني اذا واحد بده يبدا شغل الخاص فيه البزنس الخاص فيه شو بيبدا شو بيسجل، بيسجل سلف امبلويد ولا بيسجل ليمتد كمباني. تمام، انا مسجل بصراحه السلف امبلويد. بهذا الفيديو كنت ناوي احط لقطه رجع لي جزء من الضرائب اللي دفعتها، اللي انا دفعت كثير فبسموه تاكس ريفاند. وصلتنا رساله من فتره عم بتقول لي انه انت لازم كنت تقدم في الوقت المحدد مشان السلف امبلويد وانت ما قدمت في الوقت المحدد، فلذلك هذه مخالفه لانك ما قدمت في الوقت اللي حددناه نحن. فبعثوا لي المخالفه وانا بعثت لي هالمخالفه على بيت القديم، فبعثتها للمحاسب والمحاسب تواصل معهم قال له نحن بعثناها في الوقت المحدد. فحتى لبين ما بعث لهم اياها وصلتني رساله ثانيه بتقول لي انت ما دفعت المخالفه اللي بعثنا لك اياها، فالمخالفه زادت صارت 350. فالمحاسب رجع تواصل معهم قال له نحن قدمنا في الوقت المحدد وهذا الدليل، انا بنسخ كل شيء عندي على الكمبيوتر وهذا تاريخي اللي تم النسخ عندي على الكمبيوتر. فالحمد لله مشت الامور. مع ذلك المحاسب اللي حاسب لي قال لي هذول راح يتواصلوا معك لان انتوا كمان انت دافع ضريبه زياده على اللزوم، فراح يرجعوا لك مبلغ تقريبا بما يعادل 350. فقلت كثير منيح كثير حلو. فانا قاعد عم بستنى هالرساله ووصلتني هالرساله انا من الاش ام ار سي. سبحان الله ما فتحتها، بدي اساوي هذا الفيديو لحتى افتحها واروح على البنك مجهز على اساس حساب البنك، اروح على البنك واخذ المصاري لان والله بامس الحاجه اليهم، لان انتم هلا بهالاسعار يلي غلياني وبهالوضع يلي غليان كل شيء غليان فطفرانين مثل ما بيقولوا. فعندنا 350 باوند او 320 باوند مناح. بس على كل حال الرساله نزلت لتحت الاسانسير بدنا نستنى المهندس لحتى يجي. يا في هنا مولدي، خلينا نطلع نهرب من هنا. تمام، هربنا من هنا. السلف امبلويد باختصار مفيد، السلف امبلويد والليمتد كمباني. السلف امبلويد فيك تشتغل سلف امبلويد حتى لو كان دخلك 5 ملايين باوند بالسنه، والليمتد كمباني كمان فيك تشتغل ليمتد كمباني حتى لو كان دخلك 5 ملايين بالسنه ايضا. فالفرق بيناتهم فرق بسيط جدا، الا وهو مثلا انت كسلف امبلويد ودخلك اكثر من 85,000 باوند بالسنه ما فيك لا تستطيع ان تسترد الفي اي تي الضريبه اللي بتدفعها على السلع. تمام،
او على الاشياء اللي بتشتريها او الخدمات اللي بتدفعها او اي شيء بتساوي، تمام؟ اما بالليمتد كمباني اذا دخلك فوق ال 85000 باوند بالسنه بيرجعوا لك الفي اي تي، تمام؟ اعطيك مثال، مثلا انا عندي شركه او عندي محل حلال او عندي انا بشتغل مثلا بالكونستراكشن سايت او اي شيء، تمام؟ فاي شغل انا بشتغله مثلا محتاج موقع، هذا الموقع يكون خاص فيني وهذا الموقع انا بحط عليه الشغله مشان اعرض للناس واسوي دعايات على هذا الموقع. هذا الموقع رحت لعند شركه بريطانيه وقلت لهم صمموا لي موقع. اجت الشركه البريطانيه قالت لي حق هذا الموقع اللي بنصمم لك 2000 باوند بلس زائد ضريبه في اي تي 20%، يعني بيصير 2400 باوند عليك، تمام؟ انا اذا شركتي او انا دخلي اكثر من 85000 باوند بالسنه، تمام، شو بستطيع بساوي؟ ال 400 باوند هذه الفي اي تي بحسن بستردها بعد يكون دخلي اعلى من 85000 باوند بالسنه. والله اعلم، هذا اللي فهمته، تمام؟ ولكن اذا انا سيلف امبلويد وما مسجل في اي تي ريفند، تمام، فما بستطيع انا استرجع ال 400 باوند اللي دفعتها هذه الفي اي تي. نحن عم نحكي هلا بالميزات، هذه نقطه. النقطه الثانيه بالسيلف امبلويد فيك تسجل موظفين تحت منك، ولكن جدا 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 محدود، تمام، الموظفين. اما بالليمتد كمباني فيك تسجل عندك موظفين ولكن مفتوح، مثلا سيلف امبلويد بظن تستطيع، انا ما متاكد بس يعني انا اللي بعرفه محدود، فيك تسجل 5 موظف 10 موظفين 15 موظف، هل يكون بغض النظر على العدد الصحيح كم موظف، ولكن بالسيلف امبلويد محدود وبالليمتد كمباني غير محدود. يعني فيك تسجل بالليمتد كمباني 40 موظف 100 موظف 1000 موظف 2000 موظف وهكذا. ولكن هلا خلينا نحكي نحن على البسيط، يعني على الشيء القليل. الليمتد كمباني هل بتنفع للناس يلي عندها شغل بيدخلها 20000 باوند بالسنه 30000 باوند بالسنه؟ هل بتنفع الليمتد كمباني؟ بينفع، ليش لا؟ بس انا بنصحك بلا. ليش؟ لانه اول شغله مصاريفها غالي، يعني المحاسب مثلا بما يشتغل لك الليمتد كمباني اخر السنه بيشتغل لك اياها، لازم يشتغل لك اياها ب 500 600 باوند او 700 باوند، تمام؟ بينما تساوي انت سيلف امبلويد بهالدخل 30000 40000 باوند اللي عم يجيك بالسنه، فيك تخلص اتعاب المحاسب مثلا ب 200 باوند 150 باوند، في محاسبين ب 150 باوند، فهمت علي كيف؟ يعني ارخص لك لتساوي الرن للسيلف امبلويد بكثير، ارخص بكثير يعني من الليمتد كمباني. يعني هذا انا رايي بموضوع السيلف امبلويد والليمتد كمباني. فانا من ناحيتي مثلا اذا عندي محل بدخل اكثر من 85000 باوند بالسنه بروح بسجل ليمتد كمباني، واذا عندي شغل ما بدخل يعني 50000 باوند بالسنه بخليني على السيلف امبلويد، تمام. ولكن الليمتد كمباني بيعطيك ميزات، مثلا انا كسائق شاحنه، تمام، اذا حبيت اشتغل انا على شحني سيلف امبلويد لوحدي ما حدا بيشغلني، تمام، بيقولوا لي لازم يكون عندك ليميتد كمباني، لازم يكون عندك شركه حتى نشغلك، تمام. طبعا هلا وقف في مجال هلا انه نشتغل انه كأنا صاحب شركه وبشتغل لحسابي، يعني في مجال بس الا شروط. مثلا اعطيك مثال، هلا انا رحت على شركه وقلت لهم انا بدي اشتغل سيلف امبلويد، يعني اعطوني المصاري اللي لي وانا انا بخلص ضرائبي لوحدي، تمام، بيقولوا لي نحن ما بنشغلك سيلف امبلويد، بنشغلك كليميتد كمباني، لازم يكون عندك ليميتد، تمام، هذا شرط. يعني في بعض الشركات بعد تجي تتعامل معهم لازم يكون عندك ليميتد كمباني، بعض الشركات لازم يكون عندك ليميتد كمباني. فاذا انا فتحت ليميتد كمباني هن ايش راح يساووا؟ راح يدفعوا لي مصاري، تمام، 100%، بس انا بدي اضطر ادفع 500 600 باوند للمحاسب مشان اخلص اتعاب المحاسب. فيعني احيانا انا بشغل الشاحنه الليمتد كمباني افضل، ولكن الان اغلب شغل الشاحنه ما توقف للليمتد كمباني، ولكن الحكومه مثل ما بيقولوا عصرته عصر، يعني شرط انه ما حد بيحسن بيشغل ناس ليميتد كمباني الا اذا كان مثلا عنده اقل من 15 شاحنه. يعني نشرح اكثر من هيك، يعني انا هلا حاليا بدي اشتغل كليميتد كمباني، يعني انا اشتغل لحسابي، فلازم انا اطلع على شركه وهذا الشركه يكون عندها اقل من 15 شاحنه، بعد يكون في شركه عندها اقل من 15 شاحنه تشتغل عليهم، فانا بحق لي انه انا اشتغل عندهم كليميتد كمباني، يعني مثلا يعني مثل ما بيقولوا عمل حر،
بعدين انا بخلص ضرائبي لوحدي. بس انا كل الشركات اللي بعرفهم عندهم اكثر من 20 و30 و40 و50 شاحنه كمان، لانه هنا في هذا البلد الرأسمالية هي المسيطرة على كل شيء. ما بتلاقي شركة فيها عندها شاحنتين ثلاثة، في بس قليل جدا. بيكون هذه الشركة مثلا مثل ما بيقولوا فاميلي بزنس، وكمان اغلب الاوقات بتلاقيهم من يعني شغلهم مو ماشي كثير، فهمت علي كيف؟ الشغل مين بيتعاقدوا، يعني الشركات هي اللي بتتعاقد مع مين. ما بتروح بتطلع على واحد عنده شاحنتين تجي بتقول له تعال اشتغل معلش اوكي، لا بتروح بتطلع على شركات عندها 40 50 شاحنة بتشغلها معها. وفي شغله كمان مهمه، السلف امبلويد فيك انت تقدمها لوحدك. كيف يعني؟ بنهايه السنه فيك تخلص انت مواضيعك كلها وتكتبها وتقدمها للاش ام ار سي، شد دخلك وشد انت اللي كان الاكسبنسز تبعك، شد كان المصاريف وشد كان الدخل تبعك، فيك تقدمه انت هذا لوحدك وتستغني عن المحاسب وتستغني يعني على انه هاي ال 200 باوند رح تدفعها. بس فيها وجعه راس وفيها شغل يومين ثلاثه، يعني مو بنهار وليلي، تمام. فانا بصراحه حاولت اسويها مره لوحدي بس انشغلت كثير، فقلت يا اخي خلاص راح ابعت للمحاسب وخلصنا. انا دفعت له للمحاسب وقتها 150 مدري 200 باوند، هذا للسنه الوحده طبعا. اما الليمتد كمباني كمان فيك تقدمها لوحدك بس صعب شوي، فهمت علي كيف؟ السلف امبلويد اسهل بكثير من الليمتد كمباني. على كل حال يا اصدقائي، هذا هو الفيديو لليوم وهذه المعلومات اللي عندي بصراحه، ان شاء الله يكون كلها صحيحه 100%. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.